كابتن فضل، النهارده جالنا التشكيل بدري من فريق فيوتشر، ولو بنقارن ما بين تشكيل مباراه العوده ومباراه الذهاب هنلاقي ان كابتن علي ماهر عامل تغييرين. في ماتش الذهاب كان بادي، نقول لحضراتكم التشكيل بتاع ماتش الاياب. ماتشنا النهارده كله في حراسه المرمى محمود جنش، باك يمين عمر كمال عبد الواحد، باك شمال جوزيف جوناثان، اثنين قلبي دفاع سعد سمير ومحمود مرعي، وده نفس التشكيله اللي لعب بيها كابتن علي ماهر لقاء الذهاب. الثلاثي بقى اللي في خط الوسط كان في لقاء الذهاب مهند لاشين وناصر ماهر وكريم نيدفيد. ماتش النهارده بيبتدي كابتن علي بكريم نيدفيد ومهند لاشين ومحمد رضا بوبو. الطرفين في ماتش الذهاب كان ايمن الاصفاقسي ومصطفى البدري، النهارده ناصر ماهر. على الورق لسه مش عارفين في جوه الملعب هيبقى ناصر رباعي او بيكمل رباعي في خط الوسط ولا هيكون موجود كجناح من الاجنحه، والناحيه الثانيه مصطفى البدري مكمل زي ما هو، وبرده راس الحربه مروان محسن زي ما لعب بيه كابتن علي في لقاء الذهاب. بتشوف كابتن فاضل تشكيله النهارده متحفظه نوعا ما، ولا ممكن يكون في ادوار للعيبه تحديدا لناصر ماهر ومحمد رضا بوبو هجوميه اكتر؟ لا، هو التشكيل ان هو يمسك نص الملعب، هو نتيجه واحده واحده 1-1 مع بريميرو دي اغوستو هناك، فطبعا هو دلوقتي بيمسك نص الملعب بيعمل استحواذ زي ما كابتن فاروق شرح، وانا بلعب على الامكانيات بتاعت ابراهيم وعلى النقط ضعف الفريق الخصم، فانا بلعب في لعيبه كوره كتير. أيوة. في الملعب وفي نص الملعب تحديدا، انت عندك كريم نيدفيد بيجري كتير جدا وورك ريت بتاعه عالي جدا ولعيب كوره، بوبو نفس الكلام، ناصر ماهر نفس الكلام، مهند لاشين نفس الكلام، مصطفى البدري سريع ودايما بيبقى مايل ناحيه الشمال، مروان محسن متحرك جدا وبيقدر ازاي يلعب مع الاربعه اللي تحتيه، فهو كابتن علي ماهر مش واخد النهارده ريسك، الريسك ده اللي هو ابقى انا نازل عاوز اعمل نتيجه ايجابيه من اول المباراه فبلعب بهجوم بيبقى باين حتى في التشكيل، لا هو مقفل نص الملعب جدا، وده مش معناه ان انا هرجع او اعمل زون، لا خالص، انا ممكن اضغط من قدام على فكره، بس بالتشكيل ده فانا عامل كثافه في نص الملعب وبخليهم ان هم ناس بتعرف تقف على الكوره، يعني انت لو جيت عملت مثلا احمد رفعت احنا عارفين امكانياته، ان انت ذكرت احمد رفعت قبل ما يمشي من فيوتشر عنده سرعات 1-1 بس دايما هو رامي ناحيه الشمال، لكن انت النهارده انت عندك نص الملعب انا عاوز استحوذ، عاوز امسك الكوره، عاوز على طول يبقى عندي فرص تصويب، اقدر ان انا اخلق مساحه، عندي مروان محسن، عندي كمان على الدكه احمد عاطف ممكن استغله، فهو علي ماهر عامل استراتيجيه اللي هو انا كويس وده وفقا للسكواد بتاعي، ان انت ذكرت لعيبه كويسه جدا، يعني احنا لو احنا بصينا حتى كمان على التشكيلات بتاعه الدوري هتلاقي ان في ناس هو بيعتمد عليها مش موجود، يعني غنام أيه. محمد هو موجود في اكتر عدد من الماتشات، الحاج باري لعيب كويس جدا، هو النهارده موجود هو وصفاقسي على دكه البدلاء، يعني احنا قلنا دكه البدلاء محمود حمدي، علي الفيل، طارق طه، غنام محمد، ايمن صفاقسي، هشام محمد، عمر صلاح، احمد عاطف، وعلي زعزع. حلو، الحاج باري مش موجود، عمر السعيد مش موجود، أيه. عبد الكبير الوادي مش موجود، يعني هو الوحيد اللي موجود غنام. فهو علي ماهر عنده لعيبه نفسه طبعا هو موجود، بس كنت بتكلم انا وابو العلا في القيد الافريقي وعلاقته بالصفقات الجديده بتبقى مشكله عندك، ان انت عندك وده بيأثر طبعا عند فرق كلها الافريقيه، ان الدوري المصري الظروف اللي احنا شفناها الثلاث سنين اللي فاتوا صعبه جدا، ما بتعرفش تظبط نفسك مع الاتحاد الافريقي في الصفقات الجديده. ايوه، فده بيبقى عنده مشكله، هو عاوز يعمل ايه؟ عاوز النهارده يعمل نتيجه ايجابيه يعدي، وبعد كده يبتدي يقيد اللعيبه المهمه جدا اللي هم كل واحد انت ذكرته ابراهيم مهم، يعني عبد الكبير الوادي ده لعيب مهم جدا. طبعا جدا. ورقه مهمه جدا، يعني مهم جدا. واحد عمر السعيد، انت اللعيبه لا كتير النهارده بيعمل ايه؟ النهارده بيتهيألي بالشكل اللي انا شايفه ان هو زي ما بقول لك نص الملعب هيعتمد على ناصر ماهر ومهاره ناصر ماهر، بوبو عنده حلول كتير جدا ولعيب كويس، مروان محسن في الاوفرات من جونسون وعمر كمال، هو عنده تولز او عنده ادوات كويسه جدا، حتى الفاولات جونسون احنا شفناه مميز جدا في الفاولات، ناصر ماهر مميز جدا ابراهيم، فهو عنده تشكيل كويس جدا يقدر يسيطر على المباراه ويقدر يخلي بريميرو دو اجوستو ان هو اللي بقى عاوز يهاجم زي ما عمل في الشوط الثاني لو تفتكر، هم نزلوا هاجموا لغايه اخر تصويبه اللي هي في 93 تقريبا او 94، فهو عاوز يعمل كده ويقدر يستغل المساحات ويقدر يخلق فرص لنفسه.